احكيلكم قصة واحد مسحور طلع عين خطيبته وهي بتحكي عنه، وهو شاب ضيع من ايده يعني نعمة كبيرة جدا جدا، وجرح انسانة بسبب انه بيحب البنات. القصة اصلا اسمها حبيب البنات. بنت بتحكي بتقول كان معانا ولد في الشغل عندنا، كنا كلنا كبنات يعني بنستظرفه لان ولد طيب وجدع وبيهزر معانا وبيتكلم، وممكن ياخر نفسه في الشغل ما يروحش لو في واحده متاخره عشان يوصلها ويطمن عليها. المهم احنا استلطفنا بعض وحبينا بعض، وجي خطبني، ومن ساعه ما خطبني وبدا جحيم الغيره. انا في الاول ما كنتش بغير عليه لانه بالنسبه لي ما يمثلش حاجه، ما تفرقش معايا هزاره مع البنات، لكن لما اتخطبنا عرفت قد ايه الموضوع ده قاسي. هي بتقول مفيش بنت تيجي جديده للشغل الا ويعمل حاجات انت ما تصدقهاش عشان يتعرف عليها، مواقف مصطنعه واستظراف، ويحس بانتصار كبير قوي لو اتعرف على البنت دي ولفت نظرها. انا كنت قرات بالمناسبه في حاجه زي كده مقاله للدكتور محمد مهدي وهو من كبار علماء النفس، مقاله اسمها ادمان الفتوحات العاطفيه. الشخص اللي بيبقى عايز يتعرف على بنات اكنه عمل فتح مبين وانتصار حصن لو اتعرف على بنت ولفت نظرها. المهم هي بتقول وكنا بنتخانق كتير قوي بسبب استظرافه وكلامه كتير مع البنات، وكان يعمل حاجات تجنني. نبقى مثلا انا وهو طالعين مع بعض الشغل وفي اسانسيرين، واحد فردي واحد زوجي، طالعين احنا في الفردي، تيجي بنت تقف عند الزوجي ومده يستعلي على الزرار ويضحك لها، قال يعني بيساعدها يعني جنتلمان والكلام ده، اي كلام وخلاص عشان يلفت نظر البنات. وبتعدي بينا الايام، ومن المشاكل اللي كانت بتحصل بينا اني مره كنت خارجه معاه في خروجه من الخروجات، ففوجئت ان بنت بتقول له متشكره على الورده. هي الورده دي في ذهني هو اداني ورده الصبح، خطيبته بتقول هو جاب لي ورده. طلع الصبح اول ما جه الشغل وزع ورده على كل البنات، اشترى كام ورده، 10 وردات ولا حاجه، قال يعني بيصبح على البنات اهو اي حاجه يتكلم فيها معاهم وخلاص. عدت الايام وكتبنا الكتاب، ولما كتبنا الكتاب ازداد تعلقي بيه بقى جوزي. قعدنا مع بعض نخرج شهر لوحدنا، وبعدين طلب مني ان احنا نبدا نخرج مع الجروبس المجاميع اللي في الشغل علشان مش كل شويه لوحدنا، عشان حتى نوحش بعض يعني. واتاري لما بنخرج برضه بيقعد يهزر مع البنات، وبعدين كنت بستغربه، هو بيعرف يتكلم بس بيتقلب لرغاي قوي لما بيكون معانا بنات، وبعدين بيتكلم في حاجات ما بفهمش فيها بس عشان البنات بيفتحوها، وبعدين ساعات بيقلب على السوله قوي وبتقلب معاه بغلاسه دم، لكنه هو عمال يتكلم وخلاص. في يوم من الايام هي بتقول على جوزها، خلاص بقى كتبوا الكتاب، بتقول في يوم من الايام حضرنا درس وتعلمنا فيه حاجه جميله ان احنا ازاي نخدم الناس ونساعد في العمل الخيري، فروحنا مع بعض جمعيه خيريه علشان نعبي شنط رمضان. رحنا لقينا 10 ولاد و30 بنت. بدانا نشتغل 10 دقايق وجالي عشان قال يعني بيساعد مراته يعني، وقاعد في وسط البنات يتنطط ويتكلم ويضحك، والرجاله اصلا 10 قليلين، وهو برضه عايز يقعد جنبي عشان يتكلم ويهزر، قال يعني معايا، وهو في الاخر سايبني وعمال يتكلم مع البنات ويعرفهم بنفسه ويتعرف عليهم ويحط ايده في ايدي عشان يساعدها. المشكله الكبيره اللي حصلت بينا في الفتره اللي فاتت، هي بتقول كده، ان اكتشفت ان في بنت معانا في الشغل تعرف كل اسرارنا. اتريب بيحكي لها ويشتكي لها حاجات خاصه جدا بينا وبين بعض، وهي كمان بتحكي له حاجات خاصه، مشاكل خاصه بيها في بيتها. وبعدين افاجئ انها جايه تصلح ما بيننا وعارفه تفاصيل والفاظ وكلام دقيق قوي بيني وبينه. ولما اتخانقت معاه قال لي اصل انا بشركها علشان اعرف اكتر انت كبنت بتفكري ازاي، او اي تبرير واي حجه والسلام. هي عايزه تنفصل بسبب مشكلتين. المشكله الاولى انها لقت في الفتره الاخيره بيكتب جمل من اغاني، كوبليهات كده من اغاني حب على الفيسبوك، تخش البنات تعلق. واحده تقول له انت كاتب لي الكلام ده، يقول لها لا. واحده تقول الله كلامك حنين قوي، يقول لها لا ده مش كلامي ده كلام الاغنيه. فلما دخلت قلت له انت بتكتب الكلام ده مين؟ قال لي ليكي طبعا مش لحد تاني. طب وايه الهزار ده؟ قال لها اعمل ايه، ما هم اللي بيتكلموا لازم اعلق عشان ما يزعلوش، برضو دول اصحابنا واصدقاء والكلام ده. لكن الاصعب اللي انا مش عايزه بسببه، وهي بتقول كده، اتمم الجوازه اللي بعد اسبوع اني لقيته معلق على صور اباحيه لبعض البنات على الفيسبوك، تعليقات قليله الادب. ولما واجهته اتكسف وحط وشه في الارض وقال لي انا اكيد غلطت ويمكن بعد الجواز ابقى كويس. هي بتقول انا خايفه انه بعد الجواز ما يتغيرش، لانه بعد الخطوبه ما اتغيرش، بعد كتب الكتاب ما اتغيرش، اكيد بعد الفرح هيفضل زي ما هو. عايز تطلق. انت واخد بالك؟ واخد بالك الراجل ده في ايده جوهره، واحده صابره عليه بتحبه وصابره على شخصيته اللي هي بتاع البنات، حبيب البنات.
ضيع مراته وجرحها وعمل مواقف تقتل اي واحده عندها دم وعندها غيره، لكنه للاسف مش واخد باله، مش مستمتع الا في وجود البنات. انا اسف بقى، عبد للبنات، عبد مش قادر يبطل انه يهزر ويتكلم، وهو ضيع الجوازه. وده لؤم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكرم النساء الا كريم ولا يهين النساء الا لئيم. وده لؤم، اصبح لئيم بسبب سحر النساء. الله الله الله. أول عاقبة بتحصل للشخص اللي ساب نفسه مع فتنة البنات وسحر النساء، بعد ما سمعت القصة وشفت ده دفع الثمن قد إيه وخسر البنت اللي بتحبه قد إيه، أول عاقبة إنه بيصاب بحاجة اسمها داء الشره. الشره يعني الطمع، العطش. دايما محتاج بنات، دايما عايز أكلم بنات، دايما عايز أشوف بنات، دايما عايز ألمس، دايما عايز أهزر مع بنات، عايز أي حاجة فيها بنات، عطشان ما بيشبعش. حتى ممكن تلاقيه بيعمل اي كلام بالعربيه كده وهو سايق عشان يلفت نظر البنات، بص في المرايه كده، بصوا عليا وانا بامرك بالعربيه، ولا اي حاجه في اي حاجه. على فكره ده صغير قدام نفسه، مش كبير عشان تبقى عارف. ولو عاكس وتهزق يضحك، قال يعني بيداري كسرت قلبه ان بنت هزقته، لانه مش قادر يمسك نفسه. بنت كانت كاتبه قصه اسمها صابونه المعيد. ايه صابونه المعيد دي؟ بنات بيحكوا وبيضحكوا على المعيد اللي اكبر منهم بسنتين، لسه متخرج فتعين معيد لانه متفوق، بس بيحب البنات، فبيقعد يهزر مع بنات في السكشن ويتدلع عليهم ويدلعوا عليه ويتكلم معاهم ويعمل اي كلام عشان يلفت نظرهم. فبيقولوا، ففي بنت لقطت الحته دي فقالت بس انا هتدلع عليه واعمل اكني بحبه علشان يقول لي الاسئله اللي جايه في الامتحان ويديني اهتمام زايد عشان اطلع واخلص السنه دي. وحصل وتعلق بيها جدا من كتر دلعها عليه. ولما خلصت السنه مش محتاجه له، قامت مغيره رقم تليفونها ولا عبرته، فاخد صابونه المعيد. شفت بقى، اي واحد ما بيقاومش فتنه النساء وسحر النساء بيتعاقب بالشره، مش قادر يمسك نفسه. فقاوم نفسك، لانه عذاب ان الواحد يبقى مسحور بسحر النساء. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. الله جايز ده اختبار، ركز في الاجابه وقول يا رب. العاقبه الثانيه اللي انا مصر انها مش عاقبه، دي عقاب بيتعاقب بيه الشخص اللي سايب نفسه ومش عايز يغض بصره وعمال يقرب من البنات ويهزر معاهم، اللي سايب نفسه لسحر النساء. العاقبة التانية هي حرمان لذة الحلال. تعرف اللي متجوز عنده ست حلال زي كل البنات، على فكرة هي جميلة، بس هو محروم من جمالها، لانه بيتفرج على المغنيات مش عايز يغض بصره، ويتفرج على الممثلات مش عايز يغض بصره، وهم في المول سايب عينيه تشوف. وبعدين المغنيات حلوين، هما لو مش حلوين ما كانوش هيطلعوا على فكره يغنوا، هما حلوين والممثلات حلوين كمان مش تبقى عارف، وعلشان هما حلوين بيشدوا ومش عارفين ناس كتير منها تقاوم. لكن لو ما قاومتش هتبص على البنت الحلوه اللي بترقص وترجع تبص على مراتك، ايه ده؟ مع ان مراتك حلوه بس انت محروم، لانك عمال تدوق من غيرها. وكما في الحديث: ان الله لا يحب الذواقين ولا يحب الذواقات. اللي عمال يدوق من شكل دي وشعر دي ودلع دي مش هينفع. وبالذات بقى اللي ما اتجوزش، انت عارف الشباب مننا اللي ما اتجوزوش اللي سايب نفسه بيبقى عايز يتجوز واحده فوتوشوب، عايز شعر فلانه ورقه فلانه وصوت فلانه وجسم فلانه ولون فلانه، مش هتلاقي. ولو لقيت وربنا بعتك حاجه كده يعني تركيب كده يعني زي ما انت عايز ولسه بتبص بره، هتوحش الحلوه دي اللي انت ما كنتش تتوقع تلاقيها، هتوحش في عينيك. لان من لم يرضى بالحلال حرم لذة الجمال، ومن اكتفى بحلاله او من اكتفى بالحلال رزق فيه الكمال. فخد بالك، خد بالك من العقابات اللي بتخلي الانسان حياته ضنك، وهو معاه بنت جميله خطيبته ولا مراته، انه للاسف الشديد ما يكتفيش بيها ولسه بيبص، فيحرم لذة الحلال.
بعد داء الشره وحرمان لذه الحلال هي ضنك الدنيا والاخره. وده كلام بجد على فكره، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه، يعني ضيق، ضيق بقى في الصدر في الرزق. ده كلام بجد، لان كلام ربنا اللي خلقك وخلق الدنيا والاخره وبايده مقاليد الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. اول حاجه في الخمسه: لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالامراض والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. امراض، اوجاع، هموم، تاخر زواج، نكد، ضيق في الرزق ما كانش موجود قبل كده بسبب الفخر ان انا ماشي حاطط ايدي على وسط واحده، ولا على كتف واحده، ولا بحب واحده ولمست واحده وبصيت لواحده. ضنك في الدنيا. شوف، في تركيا هنا في مسجد اسمه مسجد السلطان سليمان. عدينا عند المسجد ده وليه قصه راقيه، راقية في المعنى، وإن كانت هي حزينة جدا. الراجل ده على فكرة من الناس اللي عملت فتوحات كبيرة جدا وليه فضل كبير على أمة الإسلام. لكن في بنت خطفت قلبه اسمها روكسلانا. روكسلانا دي كانت جارية من الجواري وحبها وخلف منها ولد اسمه سليم، وكان عنده هو متجوز واحدة اسمها جلبهار وابنه اسمه مصطفى، وده هيبقى ولي العهد وكان محبوب جدا من الجيش ومن الشعب. روكسلانا دي خطفت قلبه، ما قدرش يقاوم وساب نفسه مع هذا السحر لغايه ما كرهته في مراته. ولما كره مراته بعتها بعيد هي ومصطفى يبقوا ولاه على مدينه بعيده عشان روكسلانا يتفرغ لروكسلانا. روكسلانا كانت ما بتحبش مراته ولا بتحب ابنه، وعايزه سليم ابنها يبقى هو ولي العهد. وكان عنده صديق عمره اسمه ابراهيم باشا، ده وزيره وصديق عمره، متربيين مع بعض. اول حاجه عشان ما يستشيرش حد غيرها خليته يقتل ابراهيم باشا صديق عمره، لان هو هيحصل له مواقف صعبه محتاج يستشير الامين، فخليته يقتل الامين، وقعت ما بينهم وقتل صاحبه. بص ضنك الدنيا. وبعدين عملت وقيعه بينه وبين ابنه المحبوب من الشعب مصطفى وجلبهار مراته، وقتل ابنه. قتل ابنه السلطان سليمان، قتل قتل مصطفى ابنه. انت مدرك بقى قاتل دلوقتي بالظلم، واصبح دلوقتي الطريق مفتوح للسكير. كان اسمه كده سليم ابنها، كان اسمه السكير، وتولى العهد وكان مكروه من الناس كلها. ونجحت روكسلانا ان تخلي حياته ضنك بعد ما كان فاتح من الفاتحين. وما بالك بالاخره بقى صاحبنا، اي حد فينا اللي سايب نفسه لفتنه النساء في النظر والهزار اللي ملوش لازمه والمعاكسه واللمس. ده النبي في يوم من الايام صلى الله عليه وسلم واحد جاله عشان يبايعه. الواحد ده كان اسمه ابو شهم، كان يقول: كنت رجلا بطالا، فقبل ما بايع النبي على الاسلام بيوم لقيت بنت شكلها حلو في المدينه كده، فاهويت بيدي على خاصرتها، لمستها، تحرشت بيها، عكستها. فتاني يوم جاي يسلم على النبي ويخش في الاسلام، قال: الست انت صاحب الجبيذه؟ قلت له: اه. الجبيذه يعني شديت واحده شده صغيره لمستها كده. قلت له: اه. بلى يا رسول الله. فقام النبي قبض ايديه وما رضيش يبايعه. هو اللي لمس بنت في الدنيا وما تابش وما فكش سحر النساء هيعمل ايه مع النبي؟ اللي ما رضيش يبايع واحد على الاسلام في الدنيا هقول له ايه؟ لو رحت لمست دي وهزرت هزار بايخ مع دي وتحرشت